الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا، إن قلت هل لقمان نبي أم لا؟ الجواب: الجمهور على أنه ليس بنبي. الجمهور أي جمهور أهل السنة، بل جمهور العلماء على أنه ليس بنبي، وإنما كان حكيما ووليا من أولياء الله عز وجل. وقد نص على عدم نبوته ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن المسيب وغيرهم، رحم الله الجميع رحمة واسعة.